السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو أقدم لكم ملخص أخبار محترفين الجزائريين في الدوريات الأوروبية لهذا الأسبوع. في إسبانيا، ليس ماندي لم يشارك في لقاء فريقه أمام ريال سوسيداد، أين انتهى اللقاء بفوز هذا الأخير ريال سوسيداد 3-0. في إيطاليا، شارك إسماعيل بن ناصر كأساسي في دربي ميلانو أمام إنتر ميلان، أين انتهى اللقاء بفوز ميلان 2-1 بثنائية زلاتان إبراهيموفيتش، ليتصدر الروسينيري الدوري بعد 4 جولات و 4 انتصارات. أدم الناس مع فريق جديد كالياري، شارك كبديل في الدقيقة 84. أين فاز كالياري أمام تورينو 3-2. محمد فارس، شارك كبديل في تنقل لازيو إلى جنوة، أين انتهى اللقاء بفوز جنوة 3-0. فوزي غولام، شارك كبديل مدة الدقيقة 61، أين فاز نابولي أمام أتلانتا بنتيجة 4-1. في فرنسا، أول استدعاء لبن عمري أمام ستراسبورغ، اللقاء انتهى بفوز أولمبيك ليون 3-2. أوكيجا وأبو لحية، شارك كأساسيان أمام نادي أونجي في غياب روسي فولوميلادي، اللقاء انتهى 1-1. زملاء مهدي عبيد وبالقبلة، أين واجه نادي نانت بريست، أين انتهى اللقاء بفوز زملاء مهدي عبيد 3-1. هشام بوداوي، شارك كان في الاحتياط ولم يشارك، أين فاز نادي نيس في ميدان سانت إتيان 3-1 في غياب يوسف عطال. الجزائري اسمه مهدي زرقان، شارك كبديل مع فريقه بوردو أمام أولمبيك مارسيليا، أين انتهى اللقاء بفوز أولمبيك مارسيليا 3-1. أندي دي لور، شارك كأساسي واستبدل في الشوط الثاني أمام نادي موناكو 1-1. زين الدين فرحات المصاب لم يشارك أمام باريس سان جيرمان، وأول مشاركة لكريم علي كبديل، فوز باريس سان جيرمان 4-0. في ألمانيا أول مشاركة إسحاق بلفودين مع هوفنهايم أمام بوروسيا دورتموند، فوز هذا الأخير بوروسيا دورتموند 1-0. نبيل بن طالب شارك مع فريقه وتعادل أمام أونيون برلين بهدف في كل شبكة. بن سبعيني، شارك كبديل أمام فولسبورغ، دخل في الدقيقة 75، اللقاء انتهى 1-1. في إنجلترا، رياض محرز شارك كأساسي في قمة الجولة ولعب اللقاء كامل، النتيجة النهائية فوز سيتي 1-0 بهدف ستيرلينج. بن رحمة لم يشارك مع فريقه الجديد ويست هام، كان منهزم 3-0 أمام توتنهام، ينتهي اللقاء 3-3. والخبر المفرح هو عودة إسلام سليماني للمشاركة مع فريقه ليستر سيتي أمام أستون فيلا، شارك كبديل، اللقاء انتهى بفوز أستون فيلا في الدقائق الأخيرة.